مصطح ابن أثاثة خاله أبو بكر الصديق خاض في حادثة الإفك في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. بعث أبو بكر الصديق إلى مصطح ابن أثاثة فقال: أخبرني عنك، ما حملك على ما قلت في عائشة وأنت في عيالي منذ مات أبوك، وأنت ابن 4 حجج أي 4 سنين، وأنا أنفق عليك وأكسوك حتى بلغت، وما قطعت عنك نفقة إلى يومي هذا، والله إنك لرجل لا وصلتك بدرهم ولا أعطيتك ولا عطفت عليك بخير أبدا. فنزل القرآن الكريم، قال سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فبكى أبو بكر الصديق وقال: أما قد نزل القرآن بأمري فيك لأضاعفن لك النفقة وقد غفرت لك، فإن الله أمرني أن أغفر لك. هذا أرقى مقامات التسامح. التسامح في المجتمع صور عديدة، وأهمها ما يكون بين الزوجين من تعامل على أسس من التسامح والتغاضي عن الزلات وإقالة العثرات والمودة والألفة واللين والرحمة، تحقيقا لقوله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم للتسامح وطن. في برنامجنا للتسامح صور كثيرة، ومن أهمها التسامح داخل الأسرة بين الزوجين، هم لبنة المجتمع، هم أساس الحياة. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة سعادة الدكتورة وفاء محمد مصطفى، استشارية تنمية بشرية وتطوير ذاتي. أهلا ومرحبا دكتورة. أهلا وسهلا دكتورة. في البداية ونحن في عام التسامح وبنتكلم عن التسامح بصور كتير، الكل بيفهم أن التسامح فقط اللي بيخطئ في حقي أعفو عنه، لكن التسامح بين الزوجين في أمور الحياة الكثيرة، نريد أن نركز على أهمية التسامح في تحقيق السعادة الزوجية. أولا عشان نعرف يعني إيه التسامح، لازم نعرف مفهوم التسامح. التسامح هو العفو عند المقدرة، هي القدرة على الصفح، على الغفران، على تقبل الآخر بكل ما فيه، بكل مساوئه، بكل عيوبه. التركيز على الإيجابيات وليس التركيز على المساوئ. الإيجابيات، التركيز على النواحي الإيجابية، على المزايا. التسامح بمعنى التربوي، انه نحن بالفعل نحن نركز على هذه النواحي، وبعدين كمان انه نتجاوز عن الاخطاء، عن اخطاء الاخرين، نتجاوز عن العثرات، نلتمس الاعذار، نتغافل. يعني في التغافل في 9 اعشار العافيه و9 اعشار الدين من التغافل. التغافل. لا نوضح يعني ايه التغافل. التغافل يعني التغاضي عن الـ عن الـ عن الاخطاء، التغاضي عن الصغائر الامور. يعني ما كنتش يعني غفله، لكن انا فاهم يعني وبعمل مش فاهم. عدم الخوض في الحاجات الصغيره، يعني الحاجات اللي هي ممكن انسان يتغاضى عنها. جميل. بحيث ان احنا لا نتوقف عن كل حاجه بحيث انها تعمل مشاكل او تكبر المشاكل. في حاجات كده، حتى كمان التسامح بمعناه الأشمل اللغوي اللي هو التوليرانس بمعناه الإنجليزي، يعني معناه التساهل. يعني الإنسان يكون لين الجانب، بسيط، يكون بسيط، يكون متساهل، يعني حتى كمان بالبلدي كده ما يحبكهاش، يتعايش، يعني يكون منبسط. جميل. يكون سهلا، يكون لين الجانب، يكون متعاملا من حيث اللي هي التعامل السهل. رائع. جميل. طيب البسيط. بين الزوجين أهمية ومفهوم التسامح، هذا بشكل عام فهمنا التسامح، لكن بين الزوجين تحديدا ونوعية المشاكل والعثرات والمواقف المهمة في الحياة، أهمية التسامح فيها. بالنسبة للزوجين التسامح مهم جدا لاستقرار الحياة الزوجية، لانتشار الحب. حضرتك عارف أن مثلث الحب بين الزوجين اللي هي الحب والاحترام والثقة، الحاجات الشروط دي لازم تكون متوفرة. الزواج بيقوم على الاحترام. الاحترام لو مش موجود بين الزوجين فبيسبب فيه مشاكل كتير. في زوجات، في أزواج كتير إنه بيتعرضوا للسخرية أو الاستهزاء أو المهانة، فالزوج الآخر لا يتقبلها، فإيه اللي بيحصل؟ فيه مشاكل. فالتسامح هنا إنه إيه؟ إنه فهم كل طرف للآخر، وبعدين كمان تحديد الاحترام، معنى الاحترام، تقدير، يعني تقدير معنى الاحترام لكل زوج، اعطائه معنى، بحيث لانه في ازواج كتيره ما يعرفوش يعني ايه معنى الاحترام،
مثلا في حد يقول ان علو الصوت معناه عدم احترام، حد تاني يقول لا ده علو الصوت مش معناه عدم احترام، لا ده معناه احترام نفسه. نعم. فلازم يكون اعطاء اطار، اعطاء معنى لكل كلمه، لكل تصرف، وفي نفس الوقت ان يكون في فهم كامل للحياه الزوجيه، فهم للهدف، لانه في كتير من الازواج ما يعرفوش هم اتجوزوا ليه. الناس بتتجوز خلاص يلا نتجوز، سنه الحياه، سنه الحياه. الناس بتخلف يلا نخلف. نعم. لا لازم يكون في هدف. المشاكل لما بتحصل انا ابص على هدفي، هدف ايه، هدف ايه من الزواج؟ هدف بناء اسره جميله متكامله متماسكه مترابطه، كلها حب، كلها تناغم، كلها انسجام، كلها توافق. يبقى اذا ده هو ده هدفي، هدف ان انا اكون ام كويسه، ان انا اكون زوجه كويسه، او زوج، الزوج نفس الحكايه، يكون زوج كويس، يكون زوج ايجابي. فهي دي على حسب الهدف. نعم. كمان ان يبقى في زي التفقي ده، عدم الغضب، لان زي ما عارفين طبعا كلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما واحد جاله قال له اوصيني، فقال له لا تغضب، قال له زدني، قال له لا تغضب وزدني لا تغضب، ثلاث مرات قال له لا تغضب، لانه الغضب عواقبه غير محموده. بدايه كل شر. بداية. نعم. بالفعل هي بدايه كل، فلازم يكون برضو في اتفاق بعدم الغضب، لان في فعل الغضب في تسرع، في اندفاع، في قرارات، في ممكن يكون في زي ما قلت ان. نعم. في قرارات سلبيه. عدم التجاوز واضح ان هو الاطار العام اللي حضرتك بتتكلم عليه. عدم التجاوز اثناء الاحترام الطرف للاخر، فتقدير الطرف الاخر لحد معين لا يمكن تجاوز هذا الحد. عدم التجاوز في مسائل الغضب والتطور فيها في مسائل الغلط او الخطا في حق الاخر، ايضا هذا عدم تجاوز. يعني كل يكون في اطار زي ما حضرتك قلتي بشكل متميز. لكن الحياة الأسرية دائما ما بتأتي فيها عواصف كتير. بالفعل. الإنسان بيغيب عقله معه، لأنه غالبا البيئات مختلفة، غالبا النشأة مختلفة، والطباع مختلفة، والتربية مختلفة، والتربية مختلفة. نعم. كيف نتسامح أثناء اختلاف الثقافات؟ جدا ممتاز. فهي لازم يكون في تقارب ما بين الاثنين، يعني في تزاوج ما بين الثقافات والجنسيات والألوان والأعراض والتوافق. يعني طبعا كل زوج وزوجة بيبقى فاهمين، كل واحد عارف الطرف الآخر هو واخد مين، من حيث الثقة، من حيث زي ما قلت الاحترام. مش في الغالب دكتورة يعرفوا كويس، في ناس كتير زي ما حضرتك قلتي بيتجوزوا خلاص، أو بيتجوزوا صالونات، أو الأهل هم بيجوزوهم لبعض، لا يعرفوا حقيقة الطرف الآخر. هو لازم يكون بقى في تزاوج لكل الحاجات، لازم يكون في تزاوج الثقافات. وقلت كمان إنه مهم قوي إنه لازم يكون في تعريف لمعاني كتيرة قوي. الاتفاق على كل الحاجات دي انه فعلا بيجنب الزوجين مشاكل كتير، سواء مع الاهل، مع اهل الزوج او مع اهل الزوجه. الوضوح، ان لازم يكون في صراحه، ولازم يكون في وضوح، ومن الاول ومن البدايه. جميل. كمان انه في ازواج انه بمجرد ما يتجوز بيقول ايه، لو عملت كذا طلقها، لو عملت كذا طلقها، لو عملت، لا هو بيبقى مبرمج عقله سلبيا، جاهز بيبقى جاهز لأمور سيئة. أنا. ولكن البرمجة هنا بتنفع كتير، إنه تجنب أي سلبيات أو أي مشاكل تحصل. البرمجة الإيجابية إنه في مواقف ممكن إنسان بيبقى فيه طرق وفي تقنيات إنه لما تحصل الإنسان يقدر إزاي يهدي نفسه، وإن يكون عنده سيطرة على نفسه، عن تحكم في ذاته، إنه مهما حصل لا إحنا زوجين وإحنا بنحب بعض، انه ما فيش حقد، ما فيش كره، ما فيش حسد، ما فيش تخبيه. نعم. لانه انت عارف ان ذرات الرمال لما تبقى ذره على ذره بتعمل ايه، بتعمل هرم. نعم. فبرضه لما يكون في صراحه ويكون في فضفضه يوميه بين الزوجين، ويكون في افراغ القلب، لانه انت عارف الخزان المليان بينفجر. نعم. طبعا تيجي تحط عليه تاني خلاص بيبقى مش غير صالح. كمان مع تسارع التقنيات المتسارعه والتكنولوجيا والضغوط والاحباط والتوتر والسباق، عارف الابداع والسباق النجاح في حياه كلها متميزه وكلها متسارعه، فاذا في برضه عامله اثر سلبي على البشر، انه بقى عنده ضغوط، بقى عنده اجهاد، بقى عنده تعب، بيخرج من بيته زي ما يكون في السباق. نعم. انه لازم يكون متميز في الحاله دي، ان الزوجه لازم تتفهم حاله الزوج، والزوج لازم يتفهم حاله الزوجه. جميل. لان طبعا مع الزوجه العامله ما بقتش الزوجه دلوقتي ربه منزل فقط. لا. نعم. بقت كمان زوجه وعامله، وكمان مديره المنزل، وكمان بتدرس الاولاد، في كمان مهام تانية بتقوم بيها، فبرضه عندها ضغوط
يمكن ربما أكتر من الزوج، لأن الزوج في العالم العربي يعني سايب جزء أشعر كبير. بتحامل على الرجل يا دكتورة في لغة خطابك. لا والله هو مش تحامل، هو أنه يعني في بعض، أنا مش عايز أقول طبعا الكل، ولكن في بعض منهم، فالجزئية اللي هم عليهم ضغط شديد. يعني طبعا بيجي لي مشاكل كتير وانا بتدخل فيها، يعني بفضل الله كلها اتحلت الحمد لله. الحمد لله. بشكل انه الزوجه فعلا بتحس ان عبء عليها العبء الاكبر اللي هو اكبر من 75%، فلحاصل انه بيبقى فيه عليها ضغوط شديده. هو كمان نفس الحكايه، لا تفهم المساله غالبا الرجل، هو كمان في كمان عليه ضغوط شديده، يمكن بيدي برضو العمل وقت ازيد، فإيه اللي بيحصل؟ بيحصل فيه أنه ميل شديد من ناحية البيت. نعم. فبرضو دي مهمة قوي، التوازن ما بين جميع الجوانب. التوازن مهم، التوازن في كل جوانب الحياة. في كل نذهب للمشاهدين ونقول سؤال حلقة اليوم. مشاهدينا سؤالنا النهاردة بيقول: الزواج آية من آيات الله، جعل الله قوامه المودة والرحمة، اذكر آية تدل على ذلك. الزواج آية من آيات الله سبحانه وتعالى، جعل الله قوام الزواج المودة والرحمة، اذكر آية تدل على ذلك. والجائزة عبارة عن 500 درهم نقدا. مشاهدينا في كل مكان بنكمل مع دكتورة وفاء مصطفى، استشارية تنمية بشرية وتطوير ذاتي. وبنقول دكتورة، الحياة فيها تدخلات كثيرة من أهل الزوج ومن أهل الزوجة، كيف التعامل في هذه المسألة؟ أنا من رأيي بالنسبة لأهل الزوج وأهل الزوجة لا يتدخلوا مطلقا ما بين في حل المشكلات، طبعا إلا اللي هي المشكلات اللي هي واصلة للحد الأعلى يعني، ولكن بصفة عامة الزوج والزوجة يحلوا مشاكلهم داخل البيت، لا تخرج أبدا. يعني المفروض أنه يعني البيت ده بيعتبر أنه في سرية شديدة وفي خصوصية، أي مشكلات تحصل في داخل البيت ما توصلش لأهل الزوج ولا لأهل الزوجة، لأنه إيه اللي بيحصل؟ أن الزوج والزوجة بيتصالحوا، ولكن إيه اللي بيحصل؟ الرواسب النفسية عند الأهل عند الأهل بتفضل موجود. يعني مثلا على سبيل المثال، أن الزوج مثلا أو الزوجة شتمت الزوج أو العكس، وحصل إيه؟ أن الشتمة دي وصلت للأهالي، بياخدوا موقف شديد، وممكن يحصل فيه طلاق بسبب الموضوع ده، ان يحصل ان هو يذكروا بيها ويفكروا يضغطوا عليه بالضبط حتى يصلوا تناغص عليهم عيشتهم. فعلشان كده الافضل ان يظل الاهل بعيدا عن تدخل تماما تماما عن المشكلات داخل البيت. اشكرك دكتوره على هذا الكلام الجميل، وايضا نذهب الى فاصل قصير ونعود. مشاهدينا في كل مكان، فاصل قصير ونعود بعده ونكمل هذا اللقاء، فابقوا معنا. الأسرة قوام المجتمع، وإقامة الأسرة على مفاهيم التسامح هي السعادة الحقيقية في المجتمع. مشاهدينا في كل مكان، رجعنا بعد الفاصل، وسؤالنا هو: جعل الله سبحانه وتعالى الزواج آية من آياته، وجعل المودة والرحمة من قوامه، اذكر آية تدل على ذلك. مشاهدينا، الجواز اليوم قيمة معنا 500 درهم نقدا، والرقم الظاهر أمامكم على الشاشة مشاهدينا، اتصلوا عليه تفوزوا معنا بجائزة البرنامج النهاردة. والجائزة هدفها أن احنا نركز ونفهم ونستوعب ونبحث في مفاهيم أخرى للتسامح في برنامجكم للتسامح وطن. بنرجع لضيفتنا النهاردة دكتورة وفاء محمد مصطفى، استشارية تنمية بشرية وتطوير ذاتي. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتورة. أهلا وسهلا دكتورة. التسامح سبب السعادة الزوجية باختصار في نقاط، كيف؟ التسامح في السعادة الزوجية، لأنه التسامح عطاء، التسامح حب، التسامح نقاء، التسامح تربية، تربية أخلاقية، التسامح سمو، التسامح قرب بيعمل فيه توافق، التسامح احتواء، التسامح امتنان لله سبحانه وتعالى، التسامح إنه القلب قوي الإيمان. لما الإنسان بيكون قوي بيسامح، لكن الإنسان يكون ضعيف لا يسامح. القوي اللي يسامح؟ القوي يسامح. أم الضعيف يسامح؟ لا، الضعيف لا يسامح، الضعيف يحس أنه مقهور. اللي بيسامح بيفتكر أنه ضعيف، أو يقول لك أنا لو سامحت هيفهموا أن أنا ضعيف، أو يعرفوا أن أنا مش قادر أخد حقي. ده بالعكس، لأنه الناس فهم غلط، أو بعض الناس فهمين غلط. التسامح قوة، التسامح للأقوياء. الإنسان لما يكون قوي الشخصية وعنده ثقة بالله وعنده حسن الظن، وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وحسن الظن بالناس،
يتسامح. يتسامح الله. معنى جميل دكتوره، بنشكرك عليه. نذهب ناخذ اتصالات لمشتركينا او مشاهدينا الكرام. ومعنا اتصال من يوسف من الفجيره. اهلا ومرحبا يا يوسف، تفضل. اهلا، حياك الله. الايه رقم 21. الاول يا يوسف عمرك كم؟ 13. 13 سنه، لسه بدري على الزواج يا يوسف، مركز مع ايات الزواج بدري. تفضل يا يوسف. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أشكرك يا يوسف على المشاركة معنا، ويعني تأجل شوية موضوع التفكير في الزواج. معنا اتصال من محمد من عجمان. أهلا ومرحبا يا محمد، اتفضل. محمد معاك. مرحبا استاذ وائل. اهلا وسهلا وانت بخير وصحه وسلامه يا رب. حياك الله استاذ محمد. اجابه السؤال هي ايه رقم 21 سوره الروم. قال الله عز وجل: ومن اياته ان خلقكم ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. استاذ محمد، في الزواج دايما مشاكل كبيره ومشاكل صغيره. المشاكل الكبيره في الحياه، الموقف اللي يكون فيها الإنسان حكيم، ولا الإنسان لازم يكون قوي عشان يحط الحياة على صراط مستقيم من البداية؟ عفوا أستاذ وائل، السؤال مرة أخرى. يعني المشاكل الكبيرة في الحياة الزوجية، الرجل أو المرأة لابد أن تضع حد صارم بقوة من البداية حتى تكون الحياة في شكل أو نمط معروف، ولا يتساهل ويتسامح في البداية ويمكن ده يجعل الحياة فيها يعني بعض اللخبطة أو بعض عدم الاتزان؟ لا طبعا، هو مش هنسميه تساهل، هو يبقى يعني زي ما بنقول يعني شده ويشد ويرخي، يعني شده ولين مع بعض شديد. بالظبط، شده ولين مع بعض في نفس الوقت، لكن ما بقاش على طول خط شده، وفي نفس الوقت برضه حتى لا ينقطع الحبل المتصل ما بين الزوجين. رائع، اجابه اشكرك عليها استاذ محمد. ومعنى قيم الا تكون المساله كلها تساهل وتكون المساله كلها عنف وقوه، يكون في اتزان. اشكرك استاذ محمد على المشاركه معنا. معنا رزينه من الفجيره. اهلا ومرحبا يا رزينه، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اجابه السؤال هي ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكما موده ورحمه. وجعل بينكم مودة ورحمة. نشكرك رزينة على الإجابة وعلى المشاركة معنا في مسابقة النهاردة. وإحنا بنقول إن هدف من المسابقة هو التركيز في الآيات والأحاديث والمواقف اللي بتزود وبتعزز مفاهيم التسامح في المجتمع. هلا من الفجيرة، أهلا مرحبا يا هلا، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نشكرك يا هلا على المشاركة معنا وعلى الإجابة. وبنرجع ناخد مع ضيفتنا، كيف يمكن أن نسامح؟ زي ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تغيير وضعية الجسم. لو الإنسان غضبان، فلو هو جالس يقوم، لو هو قايم يقعد أو يتضجع. كمان في التسامح، في يعني جانب عملي الإنسان يعمله، ليس فقط نفسي وداخلي. عند الغضب، لأنه التسامح طبعا، التسامح حتى معنويا مفيد جدا للصحة النفسية، مفيد للجسم، للصحة الجسدية. التسامح بينقذ من المرض. ناس كتير يقول انا جالي الضغط بسبب المشاكل والحياه، كتير يقول لك انا جالي بعض الامراض او اصبت ببعض كذا. طبعاً. من اجل لانه لما يكون في الانسان شايل حاجه جواه، حاجه وحشه او حاجه خبيثه جواه، وهو رايح جاي بيها. تخيل لما يكون الانسان شايل مثلا خضار، والخضار ده يعني يثقل كاهله. اكيد بيتعبه طبعا. لو يعني حتى كمان لما يكون مثلا مقفول، ايه اللي بيحصل؟ بيعفن جوه. نعم. فتخيل ان لما يكون الانسان شايل جواه مشاعر سلبيه واحاسيس سلبيه، ايه اللي بيحصل وهو رايح وهو جاي؟ ده تاثر سلبا على صحته العامه، كانه صديد داخل الجسم. يا الله. فمهم جدا للانسان ان هو يتخلص من الحاجات دي، لان هي مهمه ليه هو بالدرجه الاولى، قبل ما يكون مهم للشخص الثاني. علشان انت عارف انه التسامح، لما يكون الانسان متسامح بيحس بمشاعر ايجابيه، بيحس بسعاده. رائع. بيحس بانسجام، بتوافق. كمان بيفرز هرمون السعاده.
اللي هو هرمون الاندروفين، السيروتونين، الدوبامين، بيحس الانسان بسعاده بالفعل لما بيكون في اندماج وبيكون في تكافل وبيكون في سعاده وترابط وتماسك بين المجتمع. ايه اللي بيحصل ده؟ بيذكرني دكتوره بيذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابه سيدخل عليكم رجل من اهل الجنه، من اهل الجنه، ودخل عليه اثر الوضوء. أيوة. واليوم الثاني والثالث نفس الرجل، ولما بحثوا في حالته قال لهم كلمه واحده، قال لهم انا انام وليس في صدري شيء للمسلمين او للناس بشكل عام. الرجل بينام ومفرغ الشحنات السلبيه اللي حضرتك. في روايه ثانيه قال اللهم اني تصدقت بعرضي ومالي على الناس. هذا الرجل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد كتبت في الزكوات المقبولة عند رب العالمين، ما كان عنده شيء يتصدق به، فتصدق بكل ما خاض به الناس في عرضه. فالرضا، الرضا، الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، الرضا بما لا يمكن تغييره. جميل. الرضا ده برضو بيبعث الامتنان ويبعث التسامح. فالتسامح صفة أخلاقية وخلق كريم، خلق سامي. مش أي، هو فعلا مش أي حد ممكن يتسامح، مش أي حد، مش سهل التسامح، ولكن ممكن الإنسان ممكن يتسامح إذا درب نفسه عليه، إذا برمج عقله. إحنا في وطن التسامح وبنعزز معنا التسامح وقيم التسامح بالفعل. بهذه البرامج وبهذا الكلام بالفعل. الطيب. لأنه كسب الثواب من عند الله سبحانه وتعالى، إنه أنا ما أكون قلبي وعمران بالله، يبقى أنا خلاص هتعامل مع الله سبحانه وتعالى، وربنا أمرني بالتسامح. جميل. ربنا أمرني أن أنا أحب كل اللي حواليا وأحب المحيط وأحب المجتمع وأحب الناس، يبقى إذا أتعامل من منطلق التسامح علشان نشر الحب. ولو الإنسان فعلا اتبع أسلوب جبر الخاطر لوجه الله سبحانه وتعالى، فأنا يعني أكبر بخاطر زوجي وأكبر بخاطر أولادي وأكبر بخاطر مجتمعي وأكبر بخاطر أهل زوجي وأهل زوجتي، لأنه دول أولى بالجبر الخاطر، أولى بالعطاء الداخلي والعطف، بالعطاء من الحب للمجتمع. الأقربون أولى بالمعروف. جميل. نذهب نأخذ بعض الاتصالات ونرجع نكمل مع حضرتك. معنا فاطمة من الفجيرة. أهلا مرحبا يا فاطمة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نشكرك يا فاطمة على المشاركة معنا وعلى الإجابة، ونذكر المشاهدين ونقول إن الجائزة اليوم 500 درهم نقدا. ومعنا اتصال من فاطمة. أهلا مرحبا يا فاطمة. معنا فاطمة مرة تانية. السلام عليكم يا فاطمة، أهلا بيكي. وعليكم السلام، حياك الله، فضلي. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نشكرك يا فاطمة على المشاركة معنا وعلى الإجابة. ناصر من دبي، أهلا مرحبا يا ناصر، تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا ناصر. الله كريم علينا وعليكم يا رب العالمين. الإجابة يا ناصر، تفضل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة الروم آية 21. نشكرك يا ناصر على المشاركة وعلى الإجابة، وما شاء الله عليك، يعني ربنا يحفظك يا رب العالمين. معنا نرجع للدكتورة وبنقول في رسالة سريعة دكتورة للمشاهدين حول التسامح في الحياة الزوجية. ان احنا نلتمس الاعذار، يعني بحيث انه ما نخليش وعاء الزوج او الزوجه مليان، انه نعمل عمليه الفضفضه، ها، ويكون كمان الصفح الجميل. طب ده يعني بيتعرض مع التغافل، الصفح اتغافل الجميل. ولا اعاتب ولوم وخرج الجوان؟ لا، ما فيش عتاب، ما فيش لوم، ما فيش نقد، ما فيش مقارنه، ما فيش شكوى، ما فيش تاجيل الصلح. خمس اشياء: انه عدم اللوم، عدم المقارنه، عدم الانتقاد، عدم الشكوى، وبعدين اخر حاجه اللي هي عدم تاجيل الصلح او عدم التسويف فيه. شكرا لك دكتوره، شكرا جزيلا. نذهب الى فاصل ونعود. مشاهدينا في كل مكان، فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا. الفرحة والسعادة من مظاهر التسامح، والفرحة والسعادة بالجوائز والجائزة النهاردة لمين؟ هنعرف مع دكتورة وفاء. تفضلي دكتورة، نعرف مين فاز معنا النهاردة ب 500 درهم نقدا. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد الحظ أو سعيدة الحظ؟ يوسف حسن. يوسف حسن، ألف مبروك يا يوسف.
يوسف حسن مبروك الجائزة، ألف مبروك، 500 درهم نقدا نبارك له الجائزة، رغم أن يوسف يمكن عمره شوية لسه لم. نعم شكرًا، شكرًا جزيلًا دكتورة. نعم شكرًا، شكرًا جزيلًا دكتورة على هذا الكلام الطيب وعلى هذه المفاهيم الجذة في التسمع. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. شكرًا جزيلًا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت وقت هذه الحلقة من برنامجكم للتسامح وطن. مع هذا الدعاء نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا الأنس بقربك وحلاوة مناجاتك، اللهم اجعلنا أسعد عبادك بك. جمعية الفجيرة الخيرية تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا. للتواصل الرقم المجاني 800-88-44، خدمة الواتساب، الموقع الإلكتروني